كامارا، صافرة تأتي، كرة للتعاون نفذت ذكية من جانب عبد العزيز البيشي، لكنها تمر بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. يقدم مباراة بجانب الاتحاد في غاية الروعة. هنا كهربا يحاول المرور، التوغل، كهربا بتسديدة. يا رايك يا محمود يا كهربا، شوف مر من أمام أسامة عاشور، كرة على طول عبد المجيد بيحاول يمر، أخذ الأول، بيمرن كرة على الجهة اليسرى، الكرة عالية، الله، هذا ناصر، وهذه الكرة اللي حولها الشمراني، القائم الأيسر يقف أمام ناصر مع هذا الارتقاء والرأسية كما وقف أمام السومة. تيروني فرنانديز أمامية إلى عبد الله المطيري مع الكرة من الناحية اليسرى، المطيري يسمع المرة دي سلطان الدعيع عايز يدخل منطقة الجزاء، مراوغة ممتازة، أرضية حلوة يا اسمريع، والقائم مع الفيصلي، حلوة من عبد الله المطيري، والارتقاء أحلى من اسمريع، لكن القائم مع الفيصلي يا فيحة، القائم مع الفيصلي كان هيتفرج عليها، كان هيتفرج عليها مصطفى ملائكة. تمر عند بندر المطيري خاطئة في إبعاد الكرة، سعد خيري يمرر الكويك بالآن عرضية داخل منطقة، هزاع، الله، حلوة اللعبة، حلوة اللعبة، تفاهم كبير دائما بين هزاع الهزاع والكويك يتحرك هزاع، لاحظ في هذا المكان حينما أتت الكرة عند الكويكبي، ممتاز جدا في لعب الكرة.